عندما اسمع بعض المواعظ يحدث عندي ضعف او ضيق في الصدر، واحس اني مقصر في العباده، واصير حزينا، واحس باننا بعيدين عن فعل الصالحين، فما معنى ذلك؟ هذه من علامات الخير. الذي يحس بانه مقصر هذه من علامات الخير. احمد الله على هذا، احمد الله واجتهد، جاهد نفسك على الخير. ما دمت تعرف انك مقصر وانك بعيد عن اعمال الصالحين، فبادر وسائرها الخيرات وجاهد نفسك حتى تلتحق بالصالحين في صلاتك وصيامك وذكرك لله وجميع الامور التي شرعها الله. نعم، المصيبه الغفله والاعراض وعدم الاحساس، هذه المصيبه. اما يحس ويحس بالضيق والتالم من تقصيره، هذه علامه الخير ان الله سيوفقه الوحيد.